نحن نرى في النقابة، النقابة ليست مرادف للاحتجاج أو للإضراب أو لأمور مثل هذا القبيل، لكن النقابة نراها قوة اقتراح، قوة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وقوة مرافقة، وقوة دعم للمضي سويا للتكفل بالانشغالات المهنية الاجتماعية. تعلمون أن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعير ويعطي أهمية بالغة للعمل مع الشريك الاجتماعي، وأمر جميع القطاعات ومنها قطاع التربية الوطنية للعمل الحثيث والمسؤول والواعي مع الشريك قصد تأمين مناخ وبيئة اجتماعية مهنية هادئة ومستقرة وفاعلة إن شاء الله.